السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا إلى أخبار الرياضة، نوفيكم بها مباشرة من الإخبارية الجزائرية. بداية، أسفرت قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم عن مواجهة قوية، في أبرزها ديربي الغرب بين مولودية وهران وودة تلمسان، على أن يلتقي المتأهل مع الفائز في المواجهة الثانية التي تجمع اتحاد بسكرة بشبيبة القبائل. كما أوقعت القرعة فريق اتحاد العاصمة وأولمبي المدية في مواجهة لا تقل إثارة، ويواجه الفائز فيها المتأهل من المباراة الرابعة بين النجم مقرى وشبيبة الصورة. إليكم مشاهدينا الجدول المفصل لمباريات كأس الرابطة حسب ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة. هذا وتباينت انطباعات ممثلي الأندية الثمانية بين طامح للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة وبين من يرى أن المنافسة ليست أولوية مقارنة بضمان البقاء في الرابطة المحترفة. والله الحظوظ تاع اهل بسكرة نقولوا سي كوم سي كونت في ان نواجه على ارضيه ميداننا فريق شبيبة القبائل، فريق اللي غني عن كل التعريف. حنايا كاس الرابطه نقولوا باللي ماهيش من ليزوبجيكتيف نتاعنا، مي سان شالونج لينا حنايا، وشالونج هذا يكبر مع فرق كيما شبيبة القبائل. ان شاء الله يعني نحققوا التاهل لانه غادي يعطينا دافع معنوي كبير باش نكملوا البطوله في احسن ظروف من الناحيه المعنويه. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الانصار نتاعنا ان شاء الله. عمليه القرعه شفت لنا بليك نلعبوا نتنقلوا للبسكره، يعني الفارق قرموه فريق اتحاد بسكره ورايحين ناخذوا المباراه بجديه، لانه تبقى حتى كاس الرابطه يعني من سطرناها من اهداف يعني تاع الفريق. بالنسبه للمقابله راهي عفوا التيراج وصور راهي ثمن فرق كارت فينال وديمي فينال كلها متساويه، كلها متساويه الحظوظ سواء تلعب داخل الديار او خارج الديار. احنا انصافتنا القرعه ان راح نلعبوا في الميدان تاعنا، نستقبلوا فريق اللي هو في المستوى فريق سبت الصوره، فريق معروف راه يحقق في نتائج ايجابيه، فريق اللي نحترموه ونقدروه ونحترموا كذلك المسيرين تاعو، راح نستقبلوا احسن استقبال. وليميير كيغان اذا تاهلنا راح نلعبوا كذلك مقابله ثانيه في الدور في النصف النهائي راح تكون كذلك في المقرى، واذا ما تاهلناش راح نلعبوا الاساسيه تاعنا اللي هو ضمان البقاء باريحيه ان شاء الله. القرعه كان نتنقلوا الى مقرى الى سفريه طويله، ان شاء الله يكون الحد معنا ونادوا مقابله كبيره، وان شاء الله يكون كما يقولوا الحد في الكاس هذا الموسم لينا باش نمشوا للدور النصف النهائي. راح نحضروا يعني بجديه لمقابله اولمبي المديه، اولمبي المديه فريق يعني محترم يلعب كره جميله، ان شاء الله كذلك الحد يكون من صالحنا من صالح اتحاد العاصمه باش نمروا الى الدور النصف النهائي، مقابله كذلك مهمه في الدور النصف النهائي. تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة تهنئة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو على انتخابه على رأس الهيئة الكروية الجزائرية. وفي خبر ذي صلة علم التلفزيون الجزائري من مصادر مطلعة أن الفاف ستشرع في إجراءات تعديل القوانين بما يتماشى واللوائح الجديدة للاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة. في التمثيل القاري للأندية الجزائرية سيكون شباب بلوزداد يوم 22 ماي أمام مهمة في المتناول بتونس على حساب الترجي بعدما أطاحه ذهابا بهدفين، فيما سيتوجب على المولودية بذات التاريخ بذل مجهودات كبيرة بالمغرب أمام الوداد بعد التعادل بهدف لكل طرف. قراءة في النتائج المحققة مع عمر جمعي. تباينت نتائج الأندية الجزائرية في رابطة أبطال إفريقيا بين فريق قطع شوطا مهما نحو المربع الذهبي وآخر صعب من مأموريته في طريقه نحو الدور النصف النهائي. شباب الوزداد كان في يومه وقدم مباراة بطولية تليق بحامل لقب الدوري الجزائري. رفقاء دراوي
واجهوا فريقا له تاريخا كبيرا في المنافسات الإفريقية، الترجي التونسي الذي اصطدم بأبناء العقيبة في مباراة تلقى فيها الضيوف هدفين، وكادت النتيجة أن تكون أكبر لو استغل رفقاء النساخ الفرص المتاحة. رغم ذلك كان أداء الشباب في هذه المباراة جيدا من الناحية الفنية والتكتيكية وحتى في الصراعات الفردية، ثنائية تقرب زملاء هداف المنافسة القارية سعيود من بلوغ النصف النهائي، ولما لا تكرار النتيجة إيابا. لكن يجب الحذر من الترجي الذي يملك لاعبين يحسنون قلب الموازين ويملك تقاليد كبيرة في هذه البطولة. وفي ذات المنافسة اكتفى مولودية الجزائر بتعادل إيجابي هدف لهدف أمام الوداد المغربي في مباراة كانت صعبة للفريقين، خاصة للمولودية التي دخلت اللقاء بتعداد ناقص، ما جعل للمدرب نغيس خيارات محدودة خاصة على مستوى الخط الأمامي. لتكون مباراة العودة بالمغرب صعبة للفريقين خاصة الوداد، بعدما ستعرف تشكيلة المولودية عودة بعض الركائز على غرار المهاجم فريوي وتعافي المخضرم حشود. زملاء ربيعي مطالبون بالحيطة والحذر وتفادي الأخطاء واستغلال الفرص المتاحة إن أرادوا بلوغ هدفهم في موسم المئوية. أما في منافسات كأس الكاف فيواصل شبيبة الجزائر تقديم عروضه القوية والتحليق عاليا في سماء القارة السمراء، بعدما عاد أبناء لافان بفوز تمين من تونس أمام صفاقسي بهدف رضا بن سيح، ليضع بذلك فريق شبيبة القبائل قدما أولى في نصف النهائي الكاف في انتظار التأكيد على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو. 3 أندية جزائرية تواصل مشوارها الإفريقي في سابقة لم نشهدها منذ عدة سنوات، فهل سيواصل الثلاثي الجزائري الحلم ويعيد للكرة الجزائرية بريقها المفقود قاريا على مستوى الأندية بعدما استعدناه على مستوى المنتخب؟ فريق شبيبة القبائل وضع إذن قدما في المربع الذهبي لكأس الكاف بفوزه على النادي الصفاقسي بهدف دون مقابل بتونس ضمن إياب الدور ربع النهائي في انتظار مباراة الإياب في 23 مايو بتيزي وزو. وليد فرحاني يفصل أكثر. بوجه مشرف ظهروا بروح قتالية اللاعب عن الفوز لم يتنازلوا، ومن المربع الذهبي لكأس الكاف اقتربوا. عن أسود جرجرة تحدث، أي فوز وأي ردة فعل وأي هدية لعشاق الفريق الأخضر والأصفر. هدف رضا بن سايح سيكون ثقيلا من دون شك قبل موقعة العودة بمسرح تيزي وزو، حينها على الشبيبة التعامل بالشكل الأمثل لإنهاء المهمة بنجاح وإسعاد شعب يتوق للأفراح. بالعودة إلى مجريات اللقاء تمكنت عناصر الشبيبة من تسيد أرضية الملعب مع إضاعة العديد من الفرص، ولولا سوء الطالع لكانت الغلة أكبر لزملاء يوبا أوقاسي. الصراع التكتيكي عاد لدينيس لافان على حساب حماد الدو، مدرب الكناري وظف لاعبيه بالطريقة المثلى واحتل منتصف الميدان، أما الأخطاء فكانت قليلة عندما تحصل الفريق التونسي على ركلة جزاء ضيعها فراس شواط. الفوز بهدف والحفاظ على نظافة الشباك سيضاعف من حظوظ الأسود قبل التألق إيابا وانتظار المتأهل من مباراة القطن الكاميروني وجراف السنغالي. ملامح عودة الزعيم للقارة السمراء من أوسع الأبواب باتت واضحة، فهل هو موسم طي نسيان الأحزان لتعم الأفراح بتتويج ينسي العشاق سنوات العجاف من أجل فتح صفحة جديدة لكبير الكرة الجزائرية؟ إلى ذلك قال المدير العام لنادي شبيبة القبائل نسيم بن عبد الرحمن في حديث للزميل سفيان مهني أن لاعبي الفريق تعودوا على تحقيق النتائج الإيجابية في منافسة الكاف داخل وخارج القواعد، ما يجعله متفائل بنتيجة مباراة الإياب بالجزائر. مازال مباراة العودة اللي رايحين ناخذوها بجدية. البارح شفنا مباراة وين اللاعبين يعني بعد تعثر في تيزي وزو ضد فريق مولودية وهران كانت اون بون رياكسيون تاع لي جوار تاعنا، يعطيهم الصحة كل من ساهم في الإنجاز هذا ان شاء الله. بوركوا با هنا شفنا بلي كل المباريات اللي لعبناها خارج
خارج القواعد تاعنا في سواء كانت في ادغال افريقيا ولا في هنا في النور كانت يعني شفتوا لا بريستاسيون دي جوار يعطيهم صح. بعد معاناة طويلة ومريرة مع المرض صدم الرأي العام الرياضي والأسرة الكروية الجزائرية بخبر وفاة الحارس الدولي الأسبق سمير حجاوي بفرنسا، حيث تم نقله للعلاج في الأيام القليلة الماضية. حجاوي كان مقررا أن يعود إلى الجزائر اليوم لتوديع أسرته الصغيرة بعدما أحس بدنو الأجل، لكن القدر سبقه. مسيرة فقيد الكرة الجزائرية الحارس سامر حجاوي وأيامه الأخيرة وصراعه مع المرض تلخصه ليلى بن فرحات في سياق هذا البورتري. حنا نديروا الأسباب والشافي هو الله عز وجل. قد يطفئ الموت ما تضيئه الحياة، قد يبقى الفراق غصة في الحلق، قد ينهي القدر حياة شخص، لكن أبدا لا يقطع حبل الذكريات بل يزيدها توهجا وحضورا. ذكريات بعدما فارقنا اسم من أسماء كرتنا، سمير حجاوي الذي صارع كثيرا لأجل أن يبقى قليلا مع عائلته وكافح ليعود سالما إلى أرض وطنه، وناجى ربه متوسما الشفاء، لكن الأرض التي خلقنا منها اشتاقت لضمه مجددا، فعادت الروح إلى بارئها. توفي حارس المنتخب الوطني الأسبق سمير حجاوي بفرنسا أين نقل لتلقي العلاج. توفي ابن ولاية تلمسان الذي غادرنا وهو في عمر 42 عاما بعد مشوار كروي محترم، لعب لعدة أندية كالوفاق شبيبة القبائل ودا تلمسان وأخرى، بصم على 3 مشاركات دولية مع المنتخب الوطني العام 2007، توج بلقب البطولة الوطنية في 2007 و2009 بألوان الوفاق، كان من نصيبه نسختين من كأس الجزائر، كما فاز في عام 1998 بكأس العرب للأندية البطلة مع وداد تلمسان. كان يتوق أن تلامس قدماه تراب الجزائر وأن يغمض عينيه محتفظاً بصورة أبنائه، لكن القدر كان أسرع والأجل والنهاية كل بقدر معلوم، فوداعاً أيها الرجل الذي عشنا معه جميعاً آخر لحظاته مثلما رافقناه في إنجازاته، وداعاً سامر حجاوي. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزقه له وجميع محبيه جميل الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. حل المنتخب الوطني للجيدو اليوم بتونس تحسبا للتنقل إلى العاصمة السنغالية داكار، أين سيشارك في البطولة الإفريقية المقررة بين 20 و23 ماي، وسيستغل المصارعون الجزائريون وجودهم بالعاصمة التونسية للتحضير على مدار يومين للمنافسة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، بالإضافة إلى القيام بفحوصات الكشف عن فيروس كوفيد-19. في رياضة الجمباز دخلت سيدات المنتخب الوطني معسكرا إعداديا بتليملي بالعاصمة تحسبا للتنقل إلى القاهرة للمشاركة في الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو، وتعول النخبة الوطنية على افتكاك واحدة من بين التأشيرتين المتبقيتين لرفع الحصيلة إلى 4 بطاقات. بلال بناري غطى جانبا من تدريبات المنتخب وأعد التقرير الموالي. على غرار باقي الرياضات يكتفي بتربصات تحضيرية فقط منذ السنة الماضية من دون إجراء منافسة، وهو ما أثر قليلا على الثلاثي الجزائري بقيادة المدرب تقي الدين حميسي. التحضيرات كانت شوية صعبة، ما يخفلكمش مع شهر رمضان كان والكوفيد وسايتي ان بو ديفيسيل، استدير نقص المنافسة والآخر، يعني عملنا غير في التدريبات.
C'était dur مع la reprise après le confinement, après la préparation تحتنا مع رمضان. C'était vraiment dur, mais on s'est entraîné. Inch'Allah, on va être à la hauteur. الآن وبعد فترة تحضيرية طويلة دخل الثلاثي المكون من تمام شامة مختار أحلام وسالم لهنا في مرحلة ما قبل المنافسة التي تنتظرهن الأسبوع المقبل بمصر في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية بطوكيو وبمشاركة 5 منتخبات. ولأن البعد عن المنافسة أثر سلبا على الفريق، ركز المدرب الوطني على الجانب البسيكولوجي لمنافسة منتخبات مصر وجنوب أفريقيا على إحدى البطاقتين الأولمبيتين. C'est-à-dire tahdir psychologie tanet yani c'était un petit peu important comme ça manque un peu de compétition. Bon, on a une étape qualificative en Égypte pour les jeux olympiques. Bon, البنات راهم متحضرين يعني متحضرين باش يخوضوا هذه المنافسه. Elles ont travaillé dur, ça fait longtemps qu'on m'a préparé mais le début ça confinement. Donc, Inch'Allah, ils sont au niveau. On a attaqué les gens, ils ont eu une place. Donc, on leur souhaite bon courage et ils vont aller. زميلات سالم لهنا، تعبنا كثيرا في التحضير لهذا الموعد ويرغبنا بشدة في رفع التحدي بمصر. Toujours كان المنتخب المصري كانت كاين بيناتنا لا كونكورونس، مي صافا الحمد لله ان شاء الله هاد الخطره نقدروا نجيبو اون بلاص. سي فري كو سيتي ان بو ديفيسيل مع رمضان مع صيام تو لا فاتيك، مي الحمد لله قدينا نحضروا ونكونوا في المستوى وان شاء الله نجيبوا تاشيره وني بريت. مهما كانت نتيجة مشاركة الثلاثي في هذه الدورة التأهيلية، تبقى محطة تحضيرية هامة للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الألعاب المتوسطية. في كرة السلة، انهزم المجمع الرياضي البترولي أمام نادي الجمارك السنغالي في أولى مبارياته ببطولة الرابطة الإفريقية المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي، وذلك بنتيجة 94-76. ولم يتمكن زملاء محمد حركات من تدارك التأخر في الربعين الأول والثاني رغم عودتهم القوية في الثالث، لكن السنغاليين أكدوا تفوقهم في الربع الأخير وحسموا الأمور لصالحهم. وسيواجه البتروليون في مباراتهم الثانية عن المجموعة الثالثة منتخب مصر الأربعاء، على أن يختموا دور المجموعات بملاقاة فيوروفياريو الموزمبيقي السبت المقبل. في كرة القدم وفي بطولة الرابطة المحترفة، تعادل متصدر الترتيب وفاق وسطيف بميدان مستضيفه سريع غليزان بهدفين لكل طرف، إلا أن هزيمة الملاحقين جعلته يرفع الفارق بنقطة إضافية. نتابع ملخص المباراة. الفريق يبحث عن الاستفاقة في هذه المباراة، كرة في الوسط من غشة ينطلق سلسلة من المراوغات ولكن شادولي في المكان المناسب. ماذا يقول الحكم؟ قول ضربة جزاء لصالح وفاق سطيف. مصطفى زايدي، غشة حسام الدين يفتتح مجال التهديف، غشة حسام الدين يفتتح مجال التهديف لصالح وفاق سطيف في هذه الدقيقة. الكرة كانت قوية ومصوبة بالشكل والكيفية اللازمة والانطلاقة من هناك ممتازة. كاد السريع أن يعدل في هذه اللحظات. عية وهران فهام بوعزة، كرة طويلة مباشرة من هناك ناحية بوزيد، بوزيد التوزيع الأرضي وكرة سوغار، كرة سوغار تصطدم بأحد المدافعين تروح مباشرة إلى الركنية. عواد يمرر ناحية بوعزة، يحاول التمرير من هناك ناحية المنور، ينطلق المنور، خطيرة هذه الكرة وخيري، خيري في المكان المناسب ثم التسديدة من صبري غربي. تبقى دائما الكرة لصالح سريع غليزان، محاولة ممتازة من المنور. كرة
كابتن حارس خيري مركي، وفي هذه الأثناء الحكم السيد أيد عامر مليك يعلن على نهاية هذه المرحلة الأولى. من وراء الكرة بركي خيري أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة في المرحلة الأولى. بركي خيري هل سينقذ الوفاق؟ فهم بوعزو جول. سريع غريزان يتمكن من تعديل النتيجة، سريع غريزان يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب فهام بوعزة. فهام بوعزة اللاعب السابق لوفاق سطيف للضغط في هذه الأثناء، يريد الاستثمار في هذه الأثناء بعد ارتباك عناصر سريع غريزان. جول السريع سريع في هذه المرحلة الثانية، السريع سريع في هذه المرحلة الثانية، ويتمكن من تسجيل هدفين مع بداية هذه المرحلة الثانية، أعتقد عن طريق المهاجم المنور. والانطلاقة من عمورة ممتازة هذه الكرة، ما فيش وضعية تسلل، غشة غشة جول. حسام الدين غشة يتمكن من تعديل النتيجة، حسام الدين غشة يتمكن من تعديل النتيجة لصالح وفاق سطيف بعد انطلاقة على الجهة اليسرى. وفي هذه الأثناء الحكم السيد أيد عامر مليك يعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة. الجولة 22 من الرابطة المحترفة خدمت بالدرجة الأولى اتحاد العاصمة الذي فاز على شبيبة الصورة بهدفين. قبل ذلك نعود إلى تصريحات مباراة سريع غليزان وفاق سطيف، ونستمع لانطباعات الطرفين بعد نهاية المباراة في ميكروفون الزميل طه شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله. لعبنا كونت اون ايكيب ليدر، اون ايكيب بيان ستركتيري، ماغري ليفيكتيف اللي عندنا، ماغري لو مونك تاع لي زونترامون هذيك تاع لاكراف، مي كنا ند الفريق الخصم البرومي كولش، اون كري دو زوكازيون الله غالب. الحاجه اللي بارتيبيتنا هي ديال كاتريام مينوت جو كروا، ان بينالتي ماشي بينالتي عطاها لهم غلطة تاع الحكم. كان عندهم دي بينالتي بتاع داك الاول لا، وانا مينيموم كان عندنا بينالتي تاع صبري، ما عطانا بينالتي فالاب. كان عندنا ثاني دوزيام بينالتي ثاني فالاب ضربه فريد ما عطاهالناش. حنايا اون ترافاي سي فري سي فري، اون كري بوكو دوكازيون سي فري، كو عندنا مشاكل داخليه سي فري، من ماكري سا اللي داروا اللعبه داروا ان كرون ماتش ايزون فوني زعما بالك لا ميور بارتي تاع لا سيزون كونت كونتي نيكيب زعما une grande équipe, une équipe qui est la place à la FIA, c'est un grand club au coach, mais on mérite la victoire, sincèrement, la victoire de l'Ukraine à l'arbitrage. Donc, on garde la semaine, on garde la souffrance, on garde les problèmes qu'on a, on déroule des efforts, des sacrifices pour gagner un mois situé à Stadna, puis Stadna dans le Hagro, c'est grave. Donc, on a le maintien. Donc, je suis à RCR, ma douleur est très grave. هذا الكلوب الثاني جرو كلوب، هذا الثاني عدد التقالي تاعه، عدد التاريخ تاعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية ان شاء الله عام مبروك وعيد مبروك على الأمة الإسلامية كلها، على الجزائريين، على التونسيين، على جماعة غليزان، على الصيفية، على الناس الكل إن شاء الله. ثاني حاجة إن شاء الله ربي ينصر الفلسطينيين إن شاء الله في الأزمة نتاعهم هذايا، وربي إن شاء الله يرحم الضحايا نتاعهم. بالنسبة لنا احنا ماتش نعرفوه، كنا نعرفوه صعيب. نعرف اللي برشا ناس تقول لك غليزان، أنا كي نتفرج على الغالب يمكن أنا نتفرج اكثر برشا، نشوف برشا الماتشويات نتاع، شفت معنا تقريبا اربع خمس ماتشويات عن مقابل غليزان، خاصه على ارضيه الميدان نتاعهم. دونك عنده طريقه لعب معينه، عنده ديزاندوليتي. دونك اذا كان معناها ما تعرفش كيفاش تلعب، دونك تي باس اكوتي، تتعدى اكوتي. دونك اليوم دخلنا بريمي تون، تحكمنا في الكره، سجلنا هدف، كنا نجموا نقتلوا المباراه. وهذاك اللي صار في ما بين الشوطين، معناها فك الفيدباك مع الملاعبيه، قلت لهم راهو ردوا بالنا، اذا كان ما نعرفوش نستحفظوا ال 10 دقائق ولا 15 دقيقه الاولى راهو باش يرجعوا علينا. اوني اون بو با جيري فيزيكمون الملاعبيه، خاطر الطقس فيو الطقس معناها الطقس عالي، ولو علينا وعليهم الطقس، ولكن حراره عاليه جدا، تقريبا 35 لعبنا 37 درجه. يعني في لا فيريفيكاسيون تاع لي تيست انتيجينيك، لقينا باللي لي تيست انتيجينيك تاع وفاق سطيف يل دات دو 8 ماي. يعني في القانون تاع الفيدرالي يقول لك لازم على اكثر تقدير
يعني لازم 72 ساعه يعني ثلاث ايام. وهذو لي تيست لعبوا بهم يعني لعبوا بهم ان ماتش دو شامبيونا ان ماتش دو كوب وعاودوا بهم لعبوا لو ماتش دو شامبيونا تاع اليوم. يعني نفس الحاله تاعنا احنا كان درنا بي سي ار لعبنا بهم ماتش دو شامبيونا ماتش دو كوب كانوا متقاربين والماتش هذا عاودنا بي سي ار جي درناه البارح. لهذا الشيء قمنا باحترازات ونتمنى ان الفيدراليه تنصفنا. شكرا. بعد تعادل الوفاق وهزيمة ملاحقيها الجولة 22 خدمت اتحاد العاصمة الذي فاز على شبيبة الثورة بهدفين وصار في المركز الخامس. أهداف الاتحاد وقعها الهداف إسماعيل بالقاسمي في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء. كما نشاهد هذا هو الهدف الأول، عبد الفتاح بالقاسمي افتتح مجال التهديف وهو نفس اللاعب الذي عاد بعدها في المرحلة الثانية وبالضبط عند الدقيقة 63 ليوقع ثانية أهداف اتحاد العاصمة في الدقيقة 63 في مباراة كان فيها الحارس محمد لامين زيماموش رجلا للمباراة دون منازع. انقاذ شباب قسنطينة للخسارة أمام مستضيفه أو أمام ضيفه أتلتيك بارادو بهدف وحيد ليتجمد رصيده عند النقطة 31. الهدف الوحيد في المباراة جاء بعد محاولات عديدة من شباب قسنطينة وحمل بصمة بن بوعلي في الدقيقة 12 بعد عمل جماعي منسق. ولم تفلح محاولة شباب قسنطينة في العودة في النتيجة رغم المحاولات من كل الزوايا. بملعب 20 أوت بالعاصمة تقاسم نصر حسين داي واتحاد بسكرة غلة المباراة التي جمعتهما بهدف لكل طرف وتعادل لم يخدم أيا منهما. إسماعيل ميرودي حضر المباراة ولخصها في التالي. ست مباريات انقضت لم يتذوق فيها نصر حسين داي طعم الفوز مكتفيا في أغلب الأحيان بالتعادل داخل القواعد، وهو ما كان أيضا في الجولة 21 عندما استقبل اتحاد بسكرة في مباراة لم يقدم خلالها رفقاء العرف اللازم. وإن وفق أصحاب اللونين الأحمر والأصفر في بداية اللقاء بعد تمكنهم من الوصول إلى مرمى الحارس علوي وتحديدا في الدقيقة 16 بعد ركنية حولها مفتاح إلى الشباك. هدف أخرج المدرب أي جودي من صمته والمطالبة بالضغط لتعديل النتيجة، لكن ورغم عدة محاولات إلا أن نقص الفعالية في خط هجوم اتحاد بسكرة جعل الشوط الأول ينتهي بتفوق النصرية. الشوط الثاني كان مغايرا وبدون مقدمات تمكن الضيوف من تعديل النتيجة بهدف عثماني الذي حفز أبناء الزبان للضغط أكثر. ورغم الأوراق التي وظفها بعد ذلك المدرب بلال زيري لم يتغير من الأمر شيئا أمام استفاقة اتحاد بسكرة الذي كاد أن يخطف النقاط كاملة في أكثر من فرصة تهديفية، لينتهي الحوار الكروي في الأخير بالتعادل هدف لمثله جعل الفريقين يتقاسمان المركز 16 بـ20 نقطة. النقطة ثمينة ولكن لابد من المثابرة والإحساس والإدراك أنهم قادرين يفوزوا في المقابلة، هذا اللي خصنا احنا. المنافسة ستشتد فهمت، لهذا يعني كل نقطة عندها قيمتها. كشفنا زوج شواط يعني الشوط الأول يعني اللي كان لينا كنا نجمو نديروا الفارق أكثر من هدف، الشوط الثاني يعني كنا برسك غايبين يعني نجمو بسكلا يسجلوا الهدف الثاني. مالغري كانت عندنا نقولوا دوز أوكازيون في الشوط الثاني مي ماشي راضي على الشوط الثاني، الشوط الاول احسن من الشوط الثاني كنا غايبين. المدرب بلال زيري غادر فريق نصر حسين داي بالتراضي مع اداره الفريق حسب ما اعلن عنه مساء اليوم. في دربي مثير بغرب البلاد اطاح اولمبي شلف بمستضيفه وداد تلمسان بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مواجهه بست نقاط، والتفاصيل مع محمد سليماني. بنية تدارك هزيمة الجولة الماضية نزل فريق جمعية شلف ضيفا على صاحب المركز 13 وداد تلمسان الساعي إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب. أطوار المرحلة الأولى من اللقاء بدأها أصحاب الأرض بالضغط على مرمى الجمعية ولكن دون جدوى.
رد الزوار جاء في الدقيقة 16 عن طريق مخالفة بلجيلالي التي استقبلها اللاعب محرزي وأسكنها شباك الحارس صوفي. أشبال المدرب زاوي خلق فرصا أخرى لمضاعفة النتيجة، ففي الربع الساعة الأخير كاد اللاعب ويس أن يتمكن من إضافة الهدف الثاني لولا تدخل اللاعب لكحل من على خط المرمى. رد أبناء الزيانيين لم يكن بالقوي سوى في بعض اللقطات التي تصدى لها دفاع الجمعية، لتنتهي المرحلة الأولى بهدف دون رد لصالح جمعية شلف. المرحلة الثانية من اللقاء بدأها المدرب ياض الجواد بإقحام كل من البديلين بالعريبي وعيشي، وهو ما ساهم في الرفع من رتم المباراة واستفاقة من قبل أصحاب الأرض الذين صنعوا فرصا سانحة للتهديف والضغط على المنافس. الدقيقة 63 قام اللاعب البديل عيشي بتوزيعة داخل منطقة العمليات التي وجدت اللاعب مسعودي في استقبالها، معدلا النتيجة لصالح أبناء الزيانين. فرحة العودة في النتيجة لم تدم طويلا، فبعد 5 دقائق من التعديل هفوة في دفاع الوداد كلفته غاليا بإضافة الهدف الثاني من قبل لاعب الجمعية عليلي. بعدها تراجع رتم المباراة الذي كان بمثابة الهدوء الذي سبق العاصفة من طرف أشبال ياض الجواد، الذين عدلوا النتيجة في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب البديل عيشي. وفي الوقت بدل الضائع عرفت المباراة ضغطا رهيبا من قبل الجمعية في عدة محاولات تكللت بإضافة الهدف الثالث عن طريق المهاجم محرزي الذي تمكن من إحراز الثنائية في هذه المواجهة. في مواجهة المهددين بالسقوط افترق اتحاد بلعباس وضيفه أهلي برج بوعريج على نتيجة التعادل غير العادل للطرفين بهدف في كل شبكة. سيف الدين بن زردة معه كل التفاصيل. متذيل الترتيب والفريق الأضعف من حيث كل الأرقام هذا الموسم أهل البرج، نزل ضيفا على صاحب المركز 18 اتحاد بلعباس الطامح إلى الخروج من دائرة الخطر. أصحاب الأرض بادروا بالهجوم عبر مخالفة سلطاني التي راحت سهلة للحارس سيديريك، ليرد البرايجية بمحاولة من رحماني لم تشكل خطرا على مرمى زعرات. وفي الدقيقة 24 كوفي يصل برأسية إلى شباك سيدريك والهدف لم يحتسب بداعي التسلل. الاتحاد استمر في المحاولة وتهديد مرمى البرايجية وبلغ المسعى في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط عندما استغل مواقي خطأ في دفاع الضيوف وتمكن من افتتاح التسجيل للاتحاد الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد. الاتحاد أراد حسم الأمور مع بداية الشوطية الثاني، فلاحت له فرص أخفق مهاجموه في تجسيدها ليستفيق أهل البرج في ربع ساعة الأخير من اللقاء ويضغط على مرمى المحليين متمكنا من تعديل النتيجة عند الدقيقة 77 بواسطة بلفروم. هدف حرك أصحاب الأرض الذين اقتربوا من استعادة التقدم لولا تضييع مواقي انفراده بالحارس سيدريك الذي بقي متألقا وحافظ على نظافة شباكه إلى غاية صافرة الحكم الأحرش التي أعلنت عن نهاية المباراة بتعادل مخيب لاتحاد بلعباس، فيما يواصل الأهلي المشوار دون فوز لحد الآن. احنا ما رضيناش، احنا كنا قادرين نروحوا بالنقاط الثلاث، ولكن كما يقولوا نستقنعوا بهذه النقطة باه تولي في النتيجة بفريق كيما هكذا وفريق بعد الهدف اللي تلقيناه تاع السذاجة، يعني ما تقبلناهش، دخلنا غرفة حفظ الملابس في المنهزمين، هبطنا شوية المعنويات تاعنا كانت
مرتفعه كنا حابين نروحوا بالزيت كامل، ولكن نفرحوا بالنقطه هذه. والحاجه المليحه انه ما انهزمناش، وان شاء الله ما ناس راح نزيدوا نهزموا ان شاء الله. هذه الآن مشاهدينا النتائج الكاملة للجولة 22 من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. هذا وحددت رابطة كرة القدم المحترفة تاريخ 26 الجاري موعدا لإجراء مباريات الجولة 23، فيما ستلعب الجولة 24 يوم 30 من الشهر الجاري. على هامش سحب قرعة كأس الرابطة، قال المناجير العام لاتحاد بسكرة سمير تريعة إن مشكل الإنارة بملعب العالية تم حله بشكل نهائي، وأن فريقه سيستضيف نجم مقرف في الجولة القادمة تحت الأضواء الكاشفة. البروبليم تاع الأضواء الكاشفة راهو يعني ريطابلي مع الإدارة تاع مركب اتحاد بسكرة تاع فريق تاع ولاية بسكرة مع الدي جي اس، يعني الحمد لله قاموا بعمل يعني مشكورين عليه وقاموا بإصلاح الإنارة. احنا المقابلة احنا توشر الكونتر يعني كونتر فريق مقرى، راح نلعبوا على ستة تحت الأضواء الكاشفة. أنا وديزامي كنا تحت الأضواء الكاشفة، احنا ماذا بينا نكونوا يعني رياضيين ونتحلوا بالروح الرياضيه. محال باش تلعب في بسكره في سخانه بالك على 15 ولا 14 18 دالور. البروبليم تاع الاضواء الكاشفه راه تحل 100%. في بطولة القسم الثاني، هواة تخطف قمة رائد المجموعة الوسطى شبيبة بجاية مع ضيفه أمل الأربعاء أضواء الجولة، بينما ستكون مواجهة اتحاد خنشلة مع المتصدر هلال شلغوم العيد في واجهة مجموعة الشرق، ومواجهة شباب واتسلي مع مضيفه أقول شباب وادرهيو في صدارة مباراة الغرب. التقرير مع يوسف رزيق. قمة الجولة 16 في المجموعة الشرقية يرحل فيها صاحب الوصافة هلال شلغوم العيد لمواجهة اتحاد خنشلة، وعينه على فوز قد يضعه في الصدارة في حالة تعثر المتصدر اتحاد عنابة الذي يتنقل بدوره إلى العلمة لمواجهة المولودية المحلية. أبناء بونا يريدون التأكيد وإضافة فوزهم العاشر والإبقاء على حدودهم والتأهل إلى دورة اللقب، وهو نفس طموح اتحاد الشوية الذي يتنقل إلى تاجنانت لمواجهة الدفاع. أبناء الشوية يحتلون المركز الثالث ب27 نقطة ويتطلعون لمراقبة السباق من على البوديوم. في الوسط القمة من دون منازع يحتضنها ملعب الوحدة المغاربية بين المتصدر شبيبة بجاية ووصيفه أمل الأربعاء، والفارق بينهما نقطة واحدة، ما يجعل اللقاء يعد بالإطارة والحماس والندية. أما صاحب المركز الثالث مولودية بجاية فسيحاول الاقتراب من الصدارة، ولن يتسنى له ذلك إلا بالفوز على مضيفه وفاق المسيلة صاحب المركز ما قبل الأخير. وفي المجموعة الغربية ديربي موتير سيجمع بين الجارين المتصدر مستقبل واتسلي وشباب رهي وصاحب المركز العاشر. المستقبل من أجل فض الشراكة مع المتصدر الآخر جمعية وهران الذي يستضيف جيل عين الدفلة الخامس في الترتيب العام. وستشهد الجولة كذلك مواجهة قوية بين الثالث والرابع في الترتيب العام شباب عين تيموشنت وشبيبة تيارت، هي أبرز مباريات قمة الترتيب العام في المجموعة الثلاث التي لن تخلو من الإثارة والتنافس عند أصحاب المراكز الأخيرة وصراع البقاء. نتابع الآن مشاهدينا كامل مباريات القسم الثاني هواة من المجموعة الثلاث.
نعود مشاهدينا إلى رياضة الجمباز، حيث يواصل منتخب الرجال تحضيراته للبطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد المقررة بمصر بين 24 و28 مايو الجاري. وسيشارك المنتخب إلى جانب السيدات في اختصاصات الجمباز الفني والترامبولين بفريق مكون من هلال متيجي ومحمد برقيق ومحمد عويشة ويونس بالخيري. نتابع الآن مشاهدينا تصريحات اللاعبين وكذا مدربي النخبة الوطنية التي رصدها الزميل إسماعيل ميلودي الذي تنقل لتغطية هذه التدريبات. شوية صعبة مع حلول شهر رمضان، ما يخفلكمش الرياضة اللي نديروها شوية صعبة، تطلب شوية جهد بدني وتركيز والآخر، ولكن الرياضيين كانوا في الموعد وراهم حاولوا باش يديروا كل ما في وسعهم باش يكونوا حاضرين في البطولة هذه، وإن شاء الله يكون نتيجة تكون تأهله الجمبازي للألعاب الأولمبية. بروف الحمد لله عندنا صالي زونطرينا رفيكتي اللي رانا نونطريني وتوجور معاهم اللي نلقاو راحتنا معاهم، ورانا اون جروب يعني كيف وحدة مازال ما تبدلناش. التحضيرات شويه كانت صعيبه في لودون تاع رمضان وحابسين عام ونص، صافا باسي ان شاء الله. المهمه تاعنا هي ندو كارت نتكاليفيو بها لي جولمبيك، مادام عندنا دو كارت ان شاء الله تكون عندنا كارت اللي نجمو نتكاليفيو بها ونروحو نشاركو في الالعاب الاولمبيه. مع كورونا وكاع كاع كاع لو موند حبسو كاع، حتكون سهله وان شاء الله بربي فيها خير ان شاء الله. التحضيرات راهي مليحه، رانا واجدين، هاي عندنا ديجا دو موا حنا نحضروا رمضان ثاني ما حبسناش ان شاء الله. كل التوفيق للنخبه الوطنيه للجمباز. في الختام مشاهدينا، صنع العلم الفلسطيني الحدث بحضوره في جل مباريات الجوله 22 لبطوله الرابطه المحترفه، وكان التضامن سابقا للتنافس. صوره اليوم نتابع. يلتئم الآن، يلتئم الفريقان والتشكيلتان اتحاد العاصمة وشبيبة الصاورة في هذه الأمسية. صورة جميلة، صورة تعكس بالتأكيد كل طبعا التآخي والتلاحم والمساندة المطلقة. هكذا هو الشعب الجزائري دائما، كان الله مع إخواننا في قطاع غزة وفي كامل فلسطين. مشاهدينا بهذا نختم أخبار الرياضة لنهار اليوم، شكرا لكم على المتابعة. خدمكم فيها إسلام في التنسيق، أخرجها ياسين سادات وترأس تحريرها محمد توزالين وليلى بن فرحات. شكرا على المتابعة، في أمان الله.